بركاته، أنا بشكركم جميعا طبعا على المحاضرات القيمة، وبشكر دكتورة منى، ومبسوطة الدكتور طبعا محمود موجود معانا ولكل الحضور. أنا بعمل شير سكرين أهو، بس يا ريت تطمنوني بقى عشان أنا شفت. هي كانت زهرة. لا زهرة يا دكتور، كده زهرة. زهرة. طيب هي دلوقتي زهرة. أوكي أيوة تمام. طيب انا هتكلم النهارده عن كلينيكال سيناريوز، وهحاول ابقى بريف في بعض الحاجات اللي سبق واتكلمت فيها المحاضرات الرائعه السابقه. الريفرنسز بتاعتي كانت من الاي سي ار والاساس ومن بعض الكتب واليولار، وكله موجود في الاخر حطه. طبعا في امبريلا للسبونديلو ارثريتس، ومنها البريفرال ومنها الاكزيل. وبالنسبه للاكزيل سبا فبقت دلوقتي متقسمه لراديوجرافيك ونون راديوجرافيك، وتم شرحها بالتفصيل. بس ارجع اقول انه دلوقتي الاسم بتاع نون راديوجرافيك ده ما يخضناش، ده يعتبر الاسم الجديد بتاع الانكلوزنج سبونديلايتس، وانه سوري اللي هي الاي اس محطوطه تحت النون راديوجرافيك، هي المفروض تتحط تحت الراديوجرافيك. انما النون راديوجرافيك ممكن يتحول في اي وقت من الاوقات الى راديوجرافيك اكزيل سبا. اول كلينيكال كيس سيناريو هي عباره عن فيميل 25 years old، جايه ريفيرد بباك بين فور ايفالويشن، وكانت بتشتكي في الهيستوري بتاعها من اول الهاي سكول، وكانت بتلعب سبورتس، فكانت دايما تعزو البين ده للسبورتس انجري بتاعتها. ولكن بعد السكول ييرز كانت لس اكتيف، وبالرغم من كده البين ده بيرزيستد. شي از وركينج از ا سكول تيشر، بيجي لها باك ستيفنس لما بتقعد فور لونج ديوريشن، او تقعد في برولونج ديوريشن اوف ان اكتيفيتي في الكلاس روم فور اكزامبل. وطبعا upon awakening وبيقعد فور ان اور ات ليست، و ات امبروفز وذ ستريتش وفيزيكال اكسرسايز، و اتس mostly lower thoracic واوكيجنال بيجي لها muscle spasm. It awakens her from night برضو زي ما الدكتورة منى ذكرت في محاضرتها، وممكن تبقى تقوم من النوم وت have to walk around to relieve the pain. Occasionally بيجي لها alternating buttock pain، وكانت ابتدت تاخد non-steroidal بيقلل stiffness، ولكن she was afraid of the side effects. The past history بتاعها non-relevant، وما فيش family history of back pain. The brother has psoriasis. الميدز اللي هي ماشية عليها حاليا are nothing غير occasional non-steroidal. والreview of systems كان في بس one episode of iritis وقت الكوليج، وit resolved with topical steroid eye drops. الجانل physical examination ما كانش فيها اي حاجة relevant، ولكن المسكوسكالتل examination هي اللي كان فيها الشابر والmodified شابر test فيهم affection. ايه هي التيبيكال فيتشرز اوف انفلاماتوري باك بين؟ دي طبعا يعني قتلت بحثا واتقالت كتير في المحاضرات اللي فاتت، ولكن ريمايندر سريع بيها انه بتبقى انسيدوس ان اونست، عاده الايج يبقى اقل من 40. البين بيمبروف وذ اكسرسايز، مفيش امبروفمنت وذ ريست. النوكتورنال اللي ممكن يصحي من النوم. سو فار وات ار ذا اذر كومنلي اسوشيتد فيتشر ان ذس دايجنوسيس ذات وي شود لوك فور؟ ده سؤال بقى لو في حد من الحضور يحب يبص على الشات بوكس، ويا ريت لو الدكتوره سلوى معانا تبص على الشات بوكس وتشوف هم هيحبوا يبصوا على ايه تاني كفيتشرز في البيشنت. اوكي يا دكتور هشوف مع حضرتك. محدش كتب حاجه. طيب خلينا نبروسيد. هو طبعا aside from the inflammatory back pain اللي ما كتبوا اي افكشن ورا الالسر، ايوه جي اي تي هايل، جينيتو يورينري تراكت دي شكلها، وانسيزيايتس هايل. طيب كل دي حاجات كويسه جدا. هو فعلا المفروض ندور على لو في انسيزيايتس وسورياتيك ليجن. بالظبط، لو في سورياتيك ليجن، لو في هيدن skin lesions، ممكن الهيدن سورايسيس ممكن يبقى في السكالب، وممكن يبقى في الانترتريجينس اريا عند البرينيوم او بيهايند الاير. فكل دي اجزاء لازم تتشاف. الانثيسايتس ان بارتيكولر التندو اكيلس بلانتر فاشيا الشولدر والهيب انفولفمنت، اليوفيايتس برضو حد كتبها، والايورتايتس بس نوت فريكوينتلي. ممكن اي جي اي نفروباثي، ممكن يبقى فيه افكشن في الكيدني،
وريرلي ممكن يحصل نيورولوجيك انفولفمنت، وبرضه وقت تحقيقات بيحصل ابيكال بالمونري فايبروسس. What's the best approach to classify and confirm the diagnosis? Okay, Dr. Ness kat blood in stool. Okay. We sacroiliac radiology. كمان HLA between 7 فين برضه. هايل كويس جدا. طيب هو كويس جدا. هو اللاب داتا حد كتب دلوقتي بس كويس اللي كتب سو فار از سو جود، لانه اللاب داتا هاز ليميتد يوتيليتي حقيقي، ولكن من اهمها فعلا زي ما اتفضلوا بعضهم وقالوا الاوكل ستول، بس هي العينه دي ما بتشتكيش من جي اي تي مانيفستيشن عشان كده ما تعملهاش، ولكن ممكن طبعا الاوكل بلاد ان ستول عشان لو في انفلاماتوري باول ديزيزز ممكن كال بروتكتين، بس هي ما اشتكتش من مظاهر جي اي تي. الانفلاماتوري ماركرز بيتعملوا بس هم نون سبيسيفيك، فهم مفيدين ممكن واحنا بنعمل واوقات بنعملها من غير السي ار بي او الاي اس ار، وبالتالي هي نون سبيسيفيك في الدياجنوستس، ولكن ممكن تفيد في الفولو اب. الاتش ال اي بي 27 ممكن يبقى فيري سبورتنج، لكن اهميته بس بتبرز لو انا فعلا ما عنديش اي راديوجرافيك تشينجز ذات ار بريزنت، انما هو هيبقى هيلبفل فقط في وجود الحاجات التانية، يعني هو مش بدرجة الأهمية إن هو يبقى لوحده أو مع مظاهر بسيطة يقدر إن هو يشخص لي، ولكن support the diagnosis لما already يكون عندي symptomatic findings و signs واضحة زي الحاجات اللي مكتوبة. الراديوغرافيك imaging في early disease ممكن يبقى normal، ودايما لما يعني لاحظت في كل الليترتشر دايما لما بنتكلم عن راديوغرافيك دايما بيبقى قصدهم عن الاكس راي اكتر، لما بيحبوا يقولوا ام ار اي بيقولوا ام ار اي. الاكس راي بتاع الساكرويلياك جوينت او السباين ممكن يريفيل كاركترستيك تشينجز زي انسيسز، غير الانسيسايتس طبعا العاديه مش هتبان في الاكس راي، ولكن انسيسز عند الفيرتبرال بوديز عند السيدنوفايتس في الساكرويليك ايروجنز او سكليروزس، وده بيحصل لما يكون في لونج ديوريشن of affection، عشان كده في الايرلي ممكن قوي تبقى نورمال، وممكن ده يخليني اشخص نون راديوجرافيك لو انا ما لقيتش في الاكس راي لكن لقيت في الام ار اي ما يعدد الدايجنوست، بمعنى انه مش لما بلاقي في الام ار اي يبقى ده كده راديوجرافيك، لا انا في حاجات معينه لما هلاقيها في الام ار اي هيبقى ده نون راديوجرافيك لانه ما وصلش انه عمل دامج واضح في الاكس راي، ولكن طبعا لو هو موضح دامج ايضا في الام ار اي يبقى اقدر ان انا اقول عليه كده. لكن لما الام ار اي بالستير تكنيك، والستير هو الاسم الثاني للتي 2 ويتد سواء للاكسيال سباين او الساكرويليك جوينت، هو مور سنسيتيف للارلي انفلاماتوري تشينجز والبون مارو ايديما. زمان كانت الكلاسيفيكيشن ان السبا بتنكلود الاكسيال اللي هو الراديوجرافيك اكسيال سبا والنون راديوجرافيك والاندفرنشيتد سبا والرياكتيف ارثرايتس والسورايتيك ارثرايتس الاي بي دي والجوفينايل سبا. الكلاسيفيكيشن اللي بروبوزد باي الاساس واللي بقينا ماشيين عليها اكتر دلوقتي انه اقسمه يا اما بريدومينانتلي اكسيال يا اما بريدومينانتلي بريفرال، وبعد كده الاكسيال يبقى راديوجرافيك او نون راديوجرافيك. الحالة اللي احنا استعرضناها دلوقتي هي من موقع برضو الـ ACR من الجزء بتاع الـ Education، وهدفها الأساسي ان انا ابص على الـ X-ray وابص على الـ MRI واعرف اذا كان في عندي changes ولا لأ. فاذا بصينا متهيألي السهم باين عندنا، السهم باين عندكم في الشاشة؟ لا انا مش شايفة حاجة. طيب اني السهم مش باين. طيب مفيش مشكله اتس اوكي، بس احنا شايفين بلان اكس راي يا دكتور مراد. احنا شايفين بلان اكس راي هنا وشايفين في الناحيه اللفت ان هنا دكتور السهم باين اوكي تمام. فهو باين ان في عندنا افكشن هنا، ولكن هنبتدي نظهرها اكتر بصوره تانية فوقيها اهي. هنا ده المكان اللي كان فيه السكليروسس وهنا كان فيه إيروجن. بالنسبة للصورة التانية بتاعت الام ار اي، ودي غريبة لانه هنا ده الكات نمرة 3 ما هوش قوي في الميد بورشن بتاعت الساكرويليك، لانه هجيب لكم امثلة تانية عادة بيظهر ما بين الكات اللي في النص، يعني لو انا عندي مثلا 20 كات هو مركز لي عليهم عادة بتبقى الكات اللي في النص، او لما بوصل للميدل in respect to anteroposterior يعني.
فهنا في الـ MRI بين عندي فيه أجزاء بيضة of bone marrow edema وفي جزء فيه erosion، وبرضو هنا ده المنظر لما بظهرهم بالجزء الملون. طيب طبعا الجزئيه اللي فاتت انا ما يعني شلت حاجات كتير من العلاج لما لقيت ان احنا اتاخرنا، لانه العلاج هنمشي عليه في الاخر كله. هنقول ان مثلا الحاله اللي فاتت دي دلوقتي خلاص احنا عرفنا ان هي كان اوريدي فيها changes في البوث الاكس راي وفي الام ار اي، وكان فيها اوريدي ايروجن باينه، فاتشخصت اكوردنجلي كان اوريدي ريتشنج الاولد او الموديفايد نيويورك كرايتيريا، وهتيجي حاله مشابهه ليها فمش هاسهب في العلاج بتاعها. هنمشي بالظبط حسب الدايجرام او الالجوريزم بتاع الاي سي ار وهنقوله في الاخر، بس عايزه الحق اقول المسجز الاساسيه، زي مثلا انه ده بيشنت عنده 40 سنه بقاله لونج ستاندنج عنده سوريتيك ارثرايتس، ماشي على ادالينوماب فور مانجمنت للسكن والجوينت ديزيز اللي هو كان بريفيرال مينلي، وفجاه جاله سيفير ميد باك بين after lifting heavy box at work. It was constant and unrelieved by positional change وكان worse مع الاكتيفيتي. اخذ ايبوبروفين ماكسيمم دوز 3 تايمز ديلي وبس برضه ما حصلوش سيمتوماتيك ريليف. البين كان increasing in severity والسوريتيك ارثرايتس اللي عنده والسكن ديزيز كانوا دايما in excellent control for the past 6 years of therapy اللي هي duration of his psoriatic arthritis. ما اشتكاش من اي فيفر، ولكن ريسنتلي كان في ماليز ومايلد انوركسيا وما كانش في اي راديكولر سيمبتومز. البيشنت ده هايبرتنسيف وعنده مايلد ازما، لو براذر سورايسس برضو الحقيقه والسيستر عندها كرونز ديزيز. هي از ا نون سموكر، ريرلي بياخد الكحول. الميديكيشن اللي هي الادالينوماب 40 ملي جرام سبكوتينيوس كل اسبوعين، وكان بياخد الهيدروكلوروثيرازايد 25 ملي جرام ديلي والستيرويد انهيلر از نيدد للازمة بتاعته وتوبيكال ستيرويدز اوقات للالرجي اللي بتجيله. الريفيو اوف سيستمز كان في عنده ريسنت ويت لوس، ما كانش فيه راش، كان فيه مينيمال شورتنس اوف بريث، ما فيش تشست بين، ما فيش دايريا، ما فيش كونستيبيشن. ريسنتلي كان فيه مايلد ابريجن اوف البو ات ورك. الفيتال داتا ما كانش فيها حاجه. السكن اكزامينيشن شود ليفت اوليكرينين ابريجن ويز سراوندينج اريثيما، والهارت كان فيه تاكيكارديا بس لكن نو ميرمرز. اللنج كان كلير، الابدومينال كان نورمال، والنيورولوجيكال اكزامينيشن كان نورمال. الماسكوسكيلتال اكزامينيشن كان فيه بس دي اي بي انلارجمنت، ساينوفيال ثيكنينج، يعني مظاهر ممكن تبقى موجوده مع سوريتيك ارثرايتس اوف بريفيرال جوينتس، ولكن الاذر بريفيرال جوينتس كانوا نورمال وذاوت تندرنس، وكان فيه بيركشن تندرنس ات تي 12 ليفل. What is your differential diagnosis for his back condition؟ العيان psoriatic arthritis اصلا mainly peripheral معاها skin disease vertebral fracture تمام و wedge fracture جميل. دي الاجابات اللي وصلت لغايه دلوقتي يا دكتور. دي اجابات كويسه قوي كان نفسي اسمعها، وكان في برضو اجابه تانية نفسي اسمعها في الديفرنشال ديسك برولابس فراكشر انفكشن. هايل هايل انبسطت ان انفكشن جت بعد الشر عليك. هايل هايل جميل جميل. طيب يبقى احنا دلوقتي كده it's very important حتى لو انا عندي العيان ده is اصلا psoriatic arthritis ولكن it's not essentially the cause for his back pain. It's very important to go through the entire history لانه such a patient can go ويعني ما يعملش elaboration جامدة عن ال event اللي حصل. هو كان على very good control بالادالينوماب ويوجد Usually, it should not in هو يديفلوب نيو انفلاماتوري باك بين، وفعلا ما كانش الكاركتر بتاع انفلاماتوري باك بين وهو اون ادكويت ثيرابي مسيطره على البريفيرال سوريتيك ارث
arthritis. يبقى إذا ممكن يبقى في عندي possible mechanical injury اللي هو lifting box, ممكن يبقى في compression fracture خصوصا إن هو كان بياخد steroids, a lot of steroids for his asthma. Later is not likely إنه يحصل لأنه هو 40 years male ولأنه اللي كان بيستخدمه للأزمة كان mainly inhaler. However, he has also a more generalized symptoms, ودي المهمة, الفيفر والماليز واللوغريد فيفر, حتى وهو بياخد إيبوبروفين 800 ثلاث مرات في اليوم. وعشان كده احنا مهم جدا برضو اظن ذكرتها الدكتورة مونا, كانت انه الاميونو سوبريشن ممكن مع اي دواء بيولوجيك ومع الافيدنس اوف سكين بريك داون عند العيان ده في قلبه, الورك اب از امبورتنت ان احنا تو اكسكلود بوسيبل انفكشن. هاو وود يو بروسيد ان ايفالويتنج سوتش ا بيشنت؟ هكمل بقى عشان ما نطولش عليكم. طبعا مهم جدا نعمل سي بي سي ويز ديفرنشال ديفرنشال لوكوسيتيك كاونت والالكترولايتس الكريات والاي اس ار سي ار بي والبلد واليورين كلتشر. لو كان في سوالينج بريزنت عند الاولكرينين بيرسا نقدر نعمل اسبيريشن ونكلتشر عشان ممكن ايدنتيفاي ا سيرتن اورجانيزم. راديوجراف عند البوينت اوف تندرنس اللي عند تي 12 از فيري امبورتنت, ذا فيرست ايمجينج تيست, ولكن فيرذر ممكن نعمل ايمجينج بالام ار اي والسي تي سكان از نيدد تو اكسكلود اذر اذر كوزز اوف هيز باك بين زي فيرتبرال اوستيومايلايتس ديسكايتس او بارا فيرتبرال ابسس. طيب زي ما قلت لكم ان انا ما حبيتش ان انا تو الابريت قوي في الـ في الـ احنا عندنا خمسة كيسز, فنمره 4 و5 فيهم العلاج وفيهم الالجوريزم بتاع الاي سي ار واليولار للتريتمنت او ريكومنديشن. طيب لو عندنا كيس سيناريو بتاع شاب عنده 26 سنه with low back pain وفي suspicion of axial spa لأن هو it started insidious around 6 months ago وبيكون في morning stiffness with a duration of around 1 hour بيimprove بالphysical activity, مفيش improvement في rest, بيكون في night pain بتصحي من النوم ويحاول يعمل physical activity, مفيش alternating buttock pain. Initially كان في good effect على ibuprofen 400-600 milligram per day, مفيش history of IBD ولا psoriasis ولا uveitis, مفيش history of symptoms suggestive of peripheral arthritis ولا enthesitis ولا other medical condition, ومفيش family history of rheumatic disease. ال clinical examination بتاعته كانت normal spinal mobility, مفيش tenderness على sacroiliac joints, مفيش signs of peripheral arthritis, enthesitis أو dactylitis, skin والnails كان مفيهمش أي pathological finding, laboratory finding بتاعته كانت showing أهم حاجة CRP elevated, HLA-B27 positive, ومفيش other abnormality في الروتين lab examination. ده ال X-ray بتاع العيان وده ال MRI, وزي ما احنا شايفين الكاتس دي في الام ار اي لسه مش مبينه اي حاجه, دول كانوا 1 2 3 ودي 4 5 كل ده ما فيش حاجه, 8 11 ابتدى يظهر عندي, و13 و15 و17 دول اكتر حاجات باينين فيها, هرجعهم تاني عشان اوريهم لكم. ظهر عندي من 8 هنا ان في عندي بون مارو قديمه وفي عندي irregularities, في عندي erosions. ده التي 2, التي 2 بالستير تكنيك وضح اكتر بكتير البون مارو ازيما, ابتدت تظهر هنا ابيض واضح جدا جدا, اوضح طبعا من التي 1, ودي الكاتس برضو اللي هي في الميدل بورشن بتاع الساكرويليك جوينت, واضح فيها الايروجن, واضح فيها البون مارو ازيما. كل ما انا رحت بوستيرير قوي او انتيرير قوي في الكاتس ممكن ما اشوفش حاجه, فايتس فيري امبورتنت انه يبقى فعلا معمول الام ار اي بطريقه مظبوطه. ده الاكس راي اللي احنا شفناه قبل كده, وكان هنا بس الخط عشان اوضح لكم السكليروسس اللي كانت موجوده, ودي الكاتس اللي احنا شفناها قبل كده, 6 ما كانش فيها حاجه, 7 ابتدى يظهر فيها سكليروسس, وهنا برضو على 9 ابتدى يظهر السكليروسس والايروجن, 12 السكليروسس والايروجن, وهنا سكليروسس وما بقيناش شايفين الايروجن.
It's very important إنه بعض الكاتس بيظهر فيها وبعض الكاتس لأ، وعادة هي اللي بتكون في الميدل. This is a case of axial spa. فيها typical presentation of chronic inflammatory back pain prior للإيج بتاع، طبعا كان العيان بتاعنا أصغر من 45، مفيش other symptoms، عنده genetic predisposition لأنه كان عنده HLA-B27 positive وفي elevated CRP. كان في radiographic damage to sacroiliac joint according to a reader's interpretation، وده كلام الأساس إن هو ممكن radiographic sacroiliitis اللي عنده في الناحية اليمين تبقى grade as 2 or 3، إنما أنا رأيي إن هي يعني واضحة إن هي الرازي معدية، وكان زيرو على left side. كان في signs of active inflammation on MRI بتاع sacroiliac joint، وكان فيها subchondral edema bone marrow edema. Structural changes اللي كانت في الMRI في الT1 also provide important contextual information. يعني الستير مهم عشان اللي هو طور الT2 لأنه هو وضح لي بون مارو إزيما، لكن أيضا الإيروجين كانت باينة أكتر في الT1، وده طبعا highly suggestive of السبا، وdepending على الانتربريتيشن أيضا بتاعة السكرويليك joint X-rays. الكلاسيفيكيشن هنا بتاع الترم non-radiographic أو radiographic بيقدر إن هو يوضح، ولكن بيعيد علينا إنه الكلاسيفيكيشن sometimes مش بتبقى ليها فرق كبير قوي في الكلينيكال براكتس nowadays، لأنه دايما بيبقى الخوف إن هي تتحول إلى radiographic spa اللي هي ankylosing. طيب ده الألجوريزم بتاع الـ ACR وهو كبير، فأنا يعني قسمته حتت كده. هو الخلاصة بتاعته إن أنا هشوف إذا كان في عندي axial spa فيها activity ولا stable. لو فيها activity هنبقى في الألجوريزم اللي هنقوله دلوقتي، ولو هي stable هنروح لألجوريزم تاني. الألجوريزم ده بيقول كل حاجة هتلاقيها أخضر غامق، دي معناها strongly recommendation، strong recommendation، واللي بالأخضر اللي هو يعني افتح شويه دي ان هي ريكومند بس يعني ايه بكونسيدريشن، وكذلك الاحمر، الاحمر الغامق اللي هو انه سترونجلي اجينست، والاخف ده ان هو كونديشنلي اجينست يعني ممكن يسمحوا بيه. I will not go through الديتيلز بتاعتها لانه طبعا تهيالي دي اتقالت في المحاضرات اللي فاتت، ولكن الخلاصه انه دايما لازم العيان بيبتدي على النون ستيرويدال ده strongly recommended، بيبتدي على الفيزيكال ثيرابي، وانه دايما في contra indication او يعني strong recommendation against خالص السيستميك ستيرويدز، ان لو حد استخدمها هيستخدمها only local. لو كان في peripherally dominant arthritis despite النون ستيرويدال ممكن تلجأ لللوكال glucocorticoids، ممكن تلجأ للسلازوبايرين، ولكن ما هيش strong recommendation زي احنا شايفين الأخضر بتاعها اللي هو الفاتح. لو في عندنا الايزوليتد sacroiliitis برضو non-steroidal مهم ان احنا نهتم بيه، واللوكال glucocorticoids برضو لو هو isolated sacroiliitis وما تمش ما كانش فيه بقية الصورة بتاعتي الكاملة. اللي أهم من كده إنه لو فضل هو active despite of the non-steroidal، العيان بيروح بعد كده ل strong recommendation من الـ ACR بالـ TNF inhibitors over الـ TOFA والـ other biologics. وإنه once إن أنا عندي ankylosing زائد IBD أو uveitis، بيبقى ما فيش preferred TNF inhibitor معين، ولكن طبعاً بيبقى المونوكلونال هم اللي يجب ان استخدامهم. يعني دي محطوطه في الاحمر اللي هو strongly against sorry mildly against او بconsideration ان انا استخدم اي حاجه ثانيه، ولكن المفروض استخدمه TNF بشرط ما يكونش الايتان ريسبت، يكون اي حد من المونوكلونال انتيبوديز، يكون ادالينوماب جولينوماب اي مونوكلونال انتيبودي انفليكسيماب يعني دي الـ TNF المونوكلونال انتيبودي اللي اقدر استخدمها. الثيرد لاين اوف ثيرابي ان انا لو فضل يحصل
عندي active ankylosing spondylitis بالرغم انه العيان اخذ TNF inhibitor، ده هيفرق بقى معايا اذا كان هو first non-responder ولا second non-responder. اذا كان هو first non-responder بمعنى ان هو اخذ TNF وما تحسنش، يبقى ساعتها على طول ال strong recommendation انه ياخد anti-interleukin 7 السيكوكونوماب او الاكزيكونوماب، وده طبعا recommended strongly recommended over التوفا وعلى استحياء التوفا. وطبعا بالاحمر اللي هو strongly against اي biosimilar يكون شبه ال TNF inhibitor عموما. اما لو كان ده second non-responder بمعنى ان هو استجاب ل TNF قبل كده، يبقى المفروض ان انا استخدم alternative TNF بس بشرط انه ما يكونش البايوسيميلر بتاع ال anti-TNF اللي حصل عليه الفيلير. وفي ديبيت بقى على قصة ان انا الوضع السيكوكونوماب هنا الستاديز لسه عمالة شغالة في الاتجاه ده، بالعكس في ناس بتقول انه لو حصل فيلير على anti-TNF ممكن الاستجابة لتاني TNF ما تبقاش بنفس القوة. فيعني كل ده جراء البحث. ده الجزء الثاني من الريكومنديشن بتاعت الاي سي ار، ومعناها بس المهم انه لو انا عندي بقى ستيبل اكزيل ديزيز، لو انا عندي ستيبل اكزيل ديزيز وقادر ان هو يمشي على النون ستيرويدال مع الفيزيوثيرابي اوكي، لكن لو هو اصلا ستيبل وهو بياخد البيولوجيك يبقى اجينست الديسكونتينيويشن اللي هو يا ريت ما يبطلش البيولوجيك اللي هو بياخده، ويا ريت ما يحصلش تيبرنج. يعني هم هنا اللون الروز ده اللي هو conditionally recommend against اللي هو يا ريت من فضلكم ما تبطلولوش البيولوجيك، ويا ريت من فضلكم ما تعملولوش تيبرنج البيولوجيك، انما لو مضطرين يعملوا. يعني انا بصراحه الاي سي ار كرايتيريا ما عدت اقرا فيها بالتفصيل الممل، هي حاجه و60 ريكومنديشن هم لمنهم في الالجوريزم ده، خلاصتها انه يعني يقول لك ادي ده احسن مما فيش. يعني لو انت مش قادر ادي ده احسن مما فيش، وانا اريكومند انك تدي ده اوفر انك تدي ده وهكذا. ولكن الخلاصه في الاخر انه العيان هيبتدي بنون ستيرويدال وفيزيكال ثيرابي، اذا ما حصلش استجابه على ده يبقى بيبتدي ينقله لمرحله البيولوجيك. اذا هو ما عنده يوفيتيس او عنده انفلاماتوري باول ديزيز يبتدي يركز على جزئيه التي ان اف وخصوصا المونوكلونال مش ابدا الريسبتورز، يعني اتنرسبت بره الموضوع ساعتها. واخيرا بيقول لنا انه لما يكون ويقول لنا امتى لو فيرست ريسبوندر ونون ريسبوندر اتكلمنا فيها، ولكن الجزء بقى بتاع الستيبل كل الديبيت فيه هل هيكمل على البيولوجيك ولا مش هيكمل، ولو هو يا دوبك على بيولوجيك بس معاه نون ستيرويدال طب يكمل على تي ان اف لوحده ولا ياخد معاه نون ستيرويدال وهكذا. في كل الحاجات اللي هي ان هو لو ستيبل طب بس ستيبل وبياخد تي ان اف وبياخد اورال سمول مولكيول طب يعني يبطل السمول مولكيول ويفضل يكمل التي ان اف لوحده وهكذا. وانه يعني الكو تريتمنت ابتدوا يبقوا مش محبذينه قوي ان انت تدي الميزوتريكسيت مع الدراجز الثانيه، بس برضو على استحياء. مش هجوث رو بقى اليولار ريكومنديشن لانها شبيهة جدا، بس هي الحتة بس اللي عايزة الفت النظر ليها انه دايما لما باجي اقول ده حصل له جود افكت ولا ما حصلش برجأ لي علامة الدلتا دي او علامة المثلث ده، معناها انه حصل فرق قد ايه. يعني لو حصل فرق في الاسداس بما يوازي 1.1 يبقى أكتر من 1.1 يبقى ده حصل نجاح في العلاج، يبقى continue العلاج اللي انت عليه، وكذلك في البس داي بس لتو. والعكس انه لو هو ساء وحش بأكتر من 1.1 في الأسداس أو وحش بأكتر من 2 في البس داي يبقى ده يعتبر فيلر وروح على الستيج اللي بعده. طيب هحجره ثرو برضو السيناريوز دول بسرعة. عندنا 37 years old male عنده progressive worsening للور باك بين worse in the morning relatively relieved by the movement. الانست كان sporadic back pain من اول ما كان في يعني teenager. He only
seek treatment او thought treatment at age of 25. مفيش injury او identifiable factor او event associated معيها. كان بياخد ايبوبروفين 400 ملي جرام taken every 6 hours. عملت له symptomatic relief. ولكن ابتدى يحس ب intolerable GIT side effects فswitch to naproxen 220 ملي جرام BID. البين often disrupts the sleep وبيحتاج برضو ان هو يقوم to relief. ابتدى يعمل chiropractic treatment physical therapy ولكن مفيش symptomatic relief. الميديكال داتا بتاعته ان هو في عنده history of dysuria, في 3 past episodes of uveitis treated by an ophthalmologist, وانه في عنده left foot plantar fasciitis وعنده left sided achilles tendinitis. الميديكيشن زي ما قلنا ماشي على الناproxen دلوقتي. الفيتال ساينز ما كانش فيها حاجة, ما فيش acute distress في الجنرال manifestation, كل ده كان normal normal normal. بس كان الحاجة الوحيدة اللي موجودة ان الشوبر تيست كان affected والchest expansion affected وطبعا البلانتر فاشيا اللي اتفقنا عليها والأكيلس تندي. دي الـ CBC واللاب results بتاعته, برضو ما كانش فيها حاجة قوي. حتى الـ ESR كان 21 والـ CRP كان 0.6. Based on the given clinical data, what is your clinical diagnosis so far? أو إيه اكتر differential diagnosis تبص عليه, reactive arthritis, ankylosing spondylitis, أو in general axial SpA? نستحي يا سلوى؟ نسمع صحيح. reactive, في حد دكتورة بقى reactive. تمام. طيب هو فعلا الاكتيفيتي دي موجوده برضو على انا من يعني من كتر معلش ما جبت من ريسورسز دي, كانت اظن من الاساس او من الاي سي ار ويب سايت, وكان الاجابات بتاعت الناس يعني اللي بتاخد الـ continuous medical education دي كان بالبرسنتج ده, يعني 17% من الناس قالوا reactive, 16% من الناس قالوا ankylosing, 67% من الناس قالوا axial SpA, وهي المفروض ان هي اقدر اعتبرها at that point ان هي axial SpA, لان هي ممكن تبقى من reactive arthritis بس we're not sure about that. هي insidious onset وفيها decrease with activity increases with rest, فيها good response للnonsteroidal بعد ما هو عمل شيفت للناproxen, في uveitis, في plantar fasciitis, في achilles tendinitis, في strong indicator of immune mediated inflammatory معلش دي زادت بالغلط. ال diagnosis of axial SpA ممكن يبقى often delayed, يعني العيان ده كان بيشتكي من ايام ما كان teenager, ممكن يعني ال diagnosis يتاخر أكتر من 5 لـ 8 أو 10 سنين. وواحد من أهم الأسباب إنه السكروإيايتس ممكن تبقى مش كلينيكلي ديتكتبل في الأول, وممكن تبقى مش فيزبل بالبلان إكس راي في الأرلي ستيجز. عشان كده هم ابتدوا يلجأوا لإن يبقى فيه تو تيرمز اللي هم النون راديوغرافيك والراديوغرافيك, علشان نبتدي إن إحنا ندستنجوش السكروإيايتس بدري, علشان صعوبة إنه الكونفنشنال راديوغرافي تكتشفها من بدري. طيب عايزين يبقى عندنا high suspicion clinically sense من ناحية انه لو العيان ده عنده inflammatory back pain و decrease with activity و increase with rest, والحقيقة دي كل الجواب الاجابات التزم بيها انه فعلا ده بيجيب لي inflammatory back pain, بس كمان العيان ده عنده arthritis و incisitis و dactylitis و extra articular manifestation زي انه يبقى فيه acute anterior uveitis او psoriasis او IBD, مش لازم في العيان ده بس عموما في بقية العيانين. الـ occurrence بتاع اليوفيايتس بيحصل لـ 20-40% من الكيسز. الإكس-راي بتاعت العيان ده showed no evidence of sacroiliitis, ولكن كان في عندنا HLA-B27 positive. يبقى الإكس-راي كان فيها no sacroiliitis, الـ HLA-B27 كانت positive. Which of the following would be the most efficient way to confirm the diagnosis of non-radiographic axial SpA?
magnetic resonance imaging of the lumbar spine, هل X-ray للثوراسيك spine to look for syndesmophytes, هل MRI للsacroiliac joint with gadolinium, هل MRI للsacroiliac joint without gadolinium. وممكن يعني أضم لكم الاثنين في واحدة عشان ما شرحناش حتة الجادولينيوم، ممكن نبقى نقولها حتة بعد كده. طيب احنا عندنا حد كاتب MRI sacroiliac وحد تاني MRI sacroiliac. اوكي MRI sacroiliac كاستير تكنيك. اوكي صح احنا عملنا MRI. اوكي صح كده عملنا MRI sacroiliac is obtained. ال T1 image shows some evidence of erosion and sclerosis وال stair image showed some evidence of bone marrow edema في الانفيريور كورنر of the iliac sacral side of the joint. What is your diagnosis? انا طلعته خلاص هي non-radiographic non-radiographic axial spa عشان انا خايفه يناموا كده حد كان جاوب حد جاوب non-radiographic axial spa. طب حلو قوي الحمد لله. هو طبعا علشان هي ما فيهاش في الاكس راي حاجه ولكن كله ظهر في الام ار اي فهي non-radiographic axial spa. مع ان دايما كلمه راديوجرافي عماله بقول لكم ساعات بتدينا اغراء ان احنا لما لقينا الام ار اي يعني انه يبقى كده، لكن الحقيقه انه هو مش كده. Based on the imaging and the diagnosis بتاعنا بقى confirmed إن هي non-radiographic axial spa. T-weight image والفات suppressed T2 اللي هو بقى ليه بنسميها STEER اللي هو ده اختصار short toe inversion recovery sequence، يبقى الستير ده الاختصار بتاعه برضو عشان نبقى عارفينه. والـ early detection بتاع sacroiliac joint بيبقى عن طريق الـ two techniques دول اللي انا اطلب الـ T1 والـ T2. هما in general كده T1 روتين بس احنا لو قلنا ستير تكنيك هيدولنا الاثنين. وtypically it shows hyper intensity في البون مارو اللي هي البون مارو إزيمة على جانبي الـ sacroiliac joint سواء في السيكرال او في الإيلياك part. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان البون مارو إزيمة must be present on either two consecutive slices زي ما لما وريتكم السلايسز اللي فاتت اظن لقينا اكتر من 4 أو 5 سلايسز بتشاف فيهم البون مارو إزيمة، او ان هي تبقى مالتيبل بون مارو إزيمة لو كان هو سنجل سلايس. الانفلاميشن must be clear. طبعا لو حد قال لي طب هما ما كانوش consecutive، لا انا I spared you اللي في النص، يعني هما كانوا 20 واحدة انا بحضر المحاضرة هما 20 واحدة فجبت لكم بس المجموعة اللي في النص. هو كان positive مثلا من الكات نمرة 7 لحد الكات نمرة 13 او 14. الانفلاميشن must be clearly present و located في التيبيكال anatomical area اللي هو يعني تبقى عند السبكوندرال بول ما تبقاش بعيدة عن الجوينت واجي اقول عليها ان هي دي affection في sacroiliac joint. طبعا ال non-radiographic axial spondyloarthritis ده هيبقى back pain و sacroiliitis on MRI ايوه وهي اسمها non-radiographic. واوصل لمرحله الراديوجرافيك لو هو تطور انه بقى ابتدى يظهر عندي في الاكس راي وابتدى بعد كده with time يظهر السندزموفايتس. ال FDA approved biologics في عندي 5 approved TNF inhibitor ولكن انا في حاله انه ودول ال FDA approval التواريخ بتاعتهم ولكن لا سوري ده التواريخ بتاعت ال كوزنتكس او يعني سوري السيكيكونوماب ان هو كان approved في الاول في 2015 to treat moderate to severe plaques of psoriasis وبعدين بقى وهو كان اول interleukin 17 inhibiting drug approved. في 2016 ابتدى يبقى approved to treat adult ankylosing spondylitis و psoriatic arthritis وبعد كده زادت بس جزئية بالنسبة للسورايسيس بالنسبة لكاسكين ديزيز أو سكالب. طيب what is next بالنسبة للعيان بتاعنا اللي هو طلع ان هو بفكركم اهو non-radiographic axial spa. هو النكست ستيب هل هيبقى معلش هو قرر انه يجري لوحده على فكره اللابتوب. النكست ستيب هتبقى انكريز النونستيرويدال دوز واد فيزيكال ثيرابي ولا ستارت ا تي ان اف انهبيتور. هي طلعت اهي
as with active disease. مش عارفة أوقفه، هو قرر إن هو يخلص. خلاص هو تعب. TNF، يبقى إحنا هنحط TNF inhibitor لأن العيان ده كان disease refractory non-steroidal، وأنا بس حتى الحتة اللي من ACR اللي بتقول هذا الكلام إن هو كان خلاص فشل في الحتة الفوقانية بتاعت الإيه الجزئية دي. العيان ابتدى TNF inhibitor وكان الباس داي سكور بتاعه 5 والأستاس 2.6. He began treatment with infliximab, 5 milligram per kilogram at baseline, 2 weeks or 6 weeks, and then every 6 weeks thereafter. ويتحسن. وفي subsequent follow-up كان البسداي بتاعه improved، بدل ما كان 5 ابتدى يبقى 1.9، which was good, very good improvement. 1 year later, he experiences infusion reactions. وده برضو يعلمنا انه ممكن الانفيوجن رياكشنز من الانتروفينس انفيوجن ممكن يحصل later on. He was symptomatic again، كمان ما كانش ابتدى الدواء يبقى مؤثر فيه، و mentioned that his back pain is worsening. البسداي بتاعه رجع تاني عالي وبقى 6.4 بدل ما كان نزل من 5 ل 1.9. What adjustment should be made to this treatment؟ To prescribe narcotic analgesic or continue infliximab at the same dose. هل to increase the infliximab dose to 7.5 milligram per kilogram every 4 weeks. هل to switch to secukinumab or exicunumab. How to switch to adalimumab. إيه الإجابات؟ يعني لو لسه سألوا حد صامت. ده صديق بيسألوا حد. علمي على طول بعد الأدالينوماب ده. حد طلع يا دكتورة سلوى ولا ما حدش؟ لا لسه، بس ممكن تبقى سويتش تو سيكيكونيماب 3 رقم 3. ده إجابات ابتدت تطلع كده. اوكي. بصي انا يعني متوقع ان سويتش تو أدالينوماب، بالظبط كاتب سويتش تو أدالينوماب، وحد كاتب رقم 3 وحد كاتب سيكيكونيماب. طيب جميل. طيب هو هنا سويتش فعلا تو ادالينوماب 40 ملي جرام افري 2 ويكس، وبعد كده في ال 3 مانس فولو اب الباس داي بتاعه اتحسن وبقى 2، وهو فعلا هنا علشان كان في هيستوري اوف ريكورنت اوف يوفيتس. طيب ايه اللي حصل مع الانفليكسيماب؟ الانفيوجن رياكشن ممكن تحصل اني تايم دورينج تريتمنت، مش معنى ان العيان قعد سنه عليها انه مش هيحصل. Even in patients who previously tolerated treatment, usually 66% من الرياكشن للإنفليكسيماب IV infusion ممكن يحصل after first year of treatment. عشان كده دايما بندي معاها الأفيلو سوليكورتاف قبلها زي ما احنا عارفين. Most common reaction بتبقى pruritus, flushing ودزنيا، ما هياش حاجات سيريس قوي. آخر كيس عندنا female 41 years old عندها chronic back pain presented the swollen right ankle initially blamed على ان هي يعني اتكعبلت خلاص، ف والانجري occurred 3 weeks ago فافتكرت ان هو ankle sprain، ويعني عالجوها على اساس ان هي عملوا لها rest و ice و compression و elevation، ولكن ما حصلش improvement. السوالينج اللي في الرايت انكل ابتدت هي تو ريبورت ان ده مش اول مره يحصل وانه حصل لها قبل كده برضو قرب سن ال 20. الباك بين اونست ابتدى عند سن 23 وكانت اول مره اكسبيرينسد بعد البريجننسي والولاده، واكس راي اتعمل لها وهي عندها 26 سنه ولكن كان نورمال. هاويفر هي عملت اكس راي من سنه It showed mild lumbar spondylosis with degenerative disc disease at L5-S1. ولما عملت physical therapy exercise حصل relative pain relief. في عندها history of red and painful eye. First right then left 3 to 2 years ago respectively. This was treated with eye drops. She does not remember حتى name of the drug. The right knee كان فيها swelling وpain. واتعمل منها knee aspiration 3 years ago. Synovial fluid cell count كان 14,000. Where she was referred to orthopedic surgeon ولكن did not recommend surgery ولا أي حاجة. She was treated with oral antibiotics for 2 weeks وخلصت القصة. دي الأدوية اللي هي كانت ماشية عليها. ايبوبروفين واسيتامينوفان وحاجات الإيثينال استراديول وحاجات للجاينا. عملت سيزيرين سكشن وهي عندها 22 سنه، كانش فيه كومبليكيشن. ماذر دايد اوف الزهايمر، فادر دايد اوف مايكارديال انفاركشن،
she currently smokes occasionally. الفيتال ساينز بتاعتها كانت زي ما احنا شايفين وما كانش في حاجه في الجنرال كونديشن ولا السكن الاتش اي اي ان تي ده اللي هو الهي الهيد والاي والايز والاي ان تي اللي احنا عارفينها الاير نوذرن ثروت كله كان نورمال ولقيتها كتير قوي على فكره في كل الكيسز الجديده اللي على الانترنت يعني بتاعت كل الحالات بيستخدموها كتير قوي. الماسكولوسكيليتال زي ما اتفقنا كان عندها الرايت انكل في سويلنج وتندرنس وبين اون بالبيشن الونج الجوينت لاين ليميتد رينج اوف موشن في الدورسي فلكشن وفي البلانتر فلكشن فاذا كان في فعلا ارثرايتس في الانكل وكان في عندنا تندرنس في اللفت سيكرويليك جوينت ولما اتعمل الفابر تيست على اللفت سايد كان بوزيتيف وما كانش في حاجه نيورولوجيك ده السويلنج اللي في الانكل وكان في بوزيتيف فابر تيست. ده الانفستيجيشنز اللاب انفستيجيشنز بتاعتها كالاتي وما كانش فيها حاجه لفت النظر الا انه الاتش ال اي بي 27 كان بوزيتيف والسي ار بي كان 10 وده يعتبر عالي بالنسبه للسي ار بي. الاي اس ار يعني كان 25 مش مشكله ولكن الاتش ال اي بوزيتيف والسي ار بي كان 10. الاكس راي ساكرويليك جوينت شوز left grade 2 و right grade 3 sacroiliitis based on the radiographic finding. ده بقى عملت X-ray جديد يعني which is the most accurate statement about the diagnosis. There is enough evidence to make a definitive diagnosis of ankylosing spondylitis. There is not enough evidence to make a definite diagnosis of ankylosing spondylitis and the only diagnosis we can make is axial SPA. There's not enough evidence to make any diagnosis, ولازم نعمل MRI. There is not enough evidence to make any diagnosis, والMRI is needed to order to make a definite diagnosis of ankylosing. يعني الاثنين اللي تحتانيين شبه بعض اللي هو لازم نعمل MRI بس عارفين بيقولوا لازم نعمل MRI عشان نشخص اصلا axial spa والتاني عشان نشخص ankylosing واللي فوق بيقولوا مش محتاجين حاجه ابدا. طيب احنا معانا حد another A رقم A حد مختار اثنين مختارين نمبر 1 صحيحين لسه هما لسه صحيحين اوكي. طيب هو فعلا الاجابه الصح there is enough evidence to make a definitive diagnosis of ankylosing. The X-ray already show grade 2 sacroiliitis on left and grade 3 ودي الكرايتيريا دي ما زالت بنرجع لها يعني منين ما هي موجوده اوكي خلاص مش محتاجين بقى نعمل اللي اقل احنا بنعمله او يعني بندعبس بزياده ونقعد نعمل ام ار اي ومش عارف ايه وبتاع ونإكزهوست اور انفستيجيشنز اكتر واكتر واكتر علشان نشوف يعني دامج فظيع في التي 1 بتاع الام ار اي او نشوف البول مار القديمه ونستحس اي حاجه موجوده بالسير تكنيك بتاع التي 2. انما لو انا عندي اوريدي خلاص ده الست دي يعني ساكتين عليها كل ده ليه؟ which is enough to make a diagnosis of a radiographic axial SPA or ankylosing spondylitis. MRI is not required and will add nothing to the diagnosis. دي تذكرة بس بالكلينيكال نيورولوجي كرايتيريا حطيت لكم وراها نيويورك يعني عشان كنت متأكدة ان انتوا هتكونوا فصلتوا مني فعقبال ما الناس تسافر بقى بس انا ما عمري ما رحت امريكا عشان بعيدة فحس الطيارة هتجيب لي انكلوزنج يعني بعد الشهر تمام. وده التذكرة بس برضو بالراديو graphic findings او grades اصلا يعني لما نقول 2 more than 3 في unilateral او bilateral هم قصدهم ايه؟ قصدهم straight sclerosis بايروجن تبقى دي 2 امال امتى بقى يبقى 3؟ لما يبتدي بقى يبقى حصل widening للjoint space و partial ankylosis يعني 3 ده الدنيا already متبهدله. طيب يبقى احنا عندنا contributor مهم جدا في البروبلم اللي بيأخر الدياجنوزز بتاع الانكلوزن كذا حاجه. أول حاجة إنه عندنا difficulty in recognizing a disease اللي ما بيكونش associated مع radiographic finding ده في بعض الناس. لكن هنا هي عملت X-ray كذا مرة throughout her life لو لاحظنا وكان دايما يطلع normal. هي يا دوبك دلوقتي لما كانت هي بقى خلاص يعني حصل لها اللي حصل عملت الراديوجراف وطلع يبقى هي كان لازم تعمل الـ MRI ده years ago when she was يعني referred to rheumatologist او كده. السينوفيال سيل كاونت ده برضه مهم جدا ان هي كان طالع عندها الاسبيريشن كان طالع 14000 فده بيسجست انفلاماتوري ارثرايتس ممكن يكون هي جالها قبل كده انفلاماتوري ارثرايتس او جالها رياكتيف ارثرايتس وده
كان لازم تروح لروماتولوجيست رادر ان هي تروح ساعتها الاورثوبيديك. الجندر مهم جدا لان هي عشان هي فيميل وعشان هي كانت في الحمل وعشان هي وعشان هي وعشان هي الجندر خلى ناس كتير تحجم عن ان هي تفكر ان هي تمشيها في الـ في الـ في التراك الصح للتشخيص. فده another factor للlong diagnostic delay. والداتا انديكيت انه المن اللي عندهم اكسل سبا عندهم worse radiologic prognosis ولكن الwoman عندهم higher disease burden. ولكن ده partly طبعا عشان longer delay في الdiagnosis وhigh disease activity. وبقيت معلومة غريبة جدا الحقيقة بس يعني هي ليها reference وحاطينه ان هي less responsive للtreatment بالTNF inhibitor الfemale اللي عندها ankylosing. وده انا اوعدكم هبحث فيه اكتر. Prior to the time of her referral, the patient كانت دايما على physical therapy و non-steroidal. ال visual analog scale بتاعها كان 8 out of 10 للpain وال morning stiffness lasting about an hour وال best dye بتاعها كان 6. What's the next best step in treating this case? How confident are you in selecting انت هتدي ايه علاج لعيانة inadequately managed ankylosing؟ يعني حالة ankylosing بالمنظر ده grade 2 grade 3 في ناحية هل واثق انت هتديلها ايه ولا لأ؟ هنفوت اللي هو سؤال انت واثق ولا مش واثق. ان شاء الله تبقى واثق بعد المحاضرات دي كلها. انما ايه هو فعلا ساعات الواحد بيبقى متضايق لما يجيله حاجه زي كده خصوصا ان احنا ساعات بيبقى عندنا صعوبه بالنسبه للناس ان هم ياخدوا بيولوجيك. ولكن الحمد لله رب العالمين نفقت الدوله برضو وفرت قوي للناس دي كلها. طيب هل هتأد سلفاسلازين؟ هل هتأد ميزوتريكسيت؟ هل هتستارت تي ان اف؟ هل هتستارت سيكيكونوماب؟ الاجابه اللي جاوبوها الناس قبل كده انه 34% كانوا بيقولوا سلفاسلازين لانه كان قبل كده ما عندناش امكانيه ان احنا ندي بيولوجيك على طول او الناس بتقول ان هي خلاص بقت ستيبل. التي ان اف انهيبيتورز 33% والسيكونيبات 33%. ولكن الحقيقه انه اكوردنج ستيل للريكومنديشن في الدي تو دي براكتس التريتمنت اوف انكيلوزنج اللي هو الراديوجرافيك اكسبا او كمان النون راديوجرافيك كمان بيبقى تقريبا ذا سيم اكوردنجلي الالجوريزمز ما عدا فروقات بسيطه. التي ان اف انهيبيتور شود بي ستارتد طالما النون ستيرويدال فيزيوثيرابي ار ان ادكويت. وفي الحاله دي هنستارت التي ان اف انهيبيتور. وزي ما اتفقنا ان دول التي ان اف انهيبيتورز اللي عليهم موافقه وخصوصا ببقى هم قايلين مفيش اي تفضيل ما بينهم وانا متوقع ان هم very soon في الريكومنديشنز بتاعت السنين الجايه هيقولوا مفيش تفضيل ما بينهم وما بين الاذر بايولوجيكس زي ما عملوا في حاجات تانية في امراض اخرى وقالوا مفيش تفضيل لده على ده. انما التفضيل المؤكد حاليا انه وانس انك لقيت ايرايتس او inflammatory bowel disease ما تديش anti TNF من النوع اللي هو بتاع بتارجت الريسبتور او اللي هو recombinant receptor بمعنى اصح اللي هو الريسبتور متصنع عشان ينافس الريسبتور الرئيسي. لكن استخدم TNF inhibitors من النوع اللي هو monoclonal antibody اللي هو اي واحد من الباقي adalimumab او golimumab infliximab او sertolizumab. ما ننساش انه لو في عندي العيانه دي عندها ايفيدنس اوف سيندزموفايت البيشنت ستارتد ات ان ريسبت البس داي بتاعها بقى ليه ابتدت على ات ان ريسبت مع ان احنا قلنا عندها ريد اي لانه الريد اي بتاعها ما كانش ايرايتس ولا يوفيتس. يعني يو شود بردك انفستيجيت الريد اي بتاعها ده كان ايه. هي مش فاكره حتى اسم القطره ات واز نوت ا سيريس كونديشن وكانت مجرد ريد اي ما كانش لا ايرايتس ولا يوفيتس ولا اثر على فيجوال اكيوتي ولا كان في اي المظاهر بتاعه فمش اي يعني حاجه في الاي يبقى ده هتجنب. عشان كده قدرنا ان احنا نديها اتنرسب. البس داي بتاعها نزل من 6 ل 4 والاسداس نزل من 2 و3 ل 1 و7 وبعد كده لما لقيت نفسها كويسه هي كانت عايزه تبتدي ان هي تقلل الميديكيشن وعايزه ان هي تمشي على بس الاتنرسبت من غير اي نابروكسان لان هي كانت بتاخد النابروكسان مع الاتنرسبت. هل رايكم ايه هل رايكم عندنا داتا انف ان هي تاخد انا اسفه تاخد كومبينيشن من التي ان اف مع النون ستيرويدال ولا علشان حالتها you would like ان هي تاخد both medications
يعني عايز تديها تي ان اف والنستيرويد عشان الاي سي ار بتقول كده مثلا او اليولار، ولا عايز تديها عشان هي حالتها محتاجه كده، ولا there is no way to know البيشنت دي هتعمل ايه لو انا سبتها على اتنرسبت لوحده، ولا you should try انه الاتنرسبت يبقى لوحده وتوقف لها النابروكسان. طيب هو الحقيقه المفروض انه تدي لها تراي ان هي تاخد الاتنرسبت، ان ده هدفنا الرئيسي لما بنبتدي نبقى قلبنا على حاجه من البيولوجكس، وانه هي بقت ستيبل فعلا لما سبناها على الاتنرسبت. ولو دورتوا هتلاقوها موجوده في الاي سي ار كرايتيريا، ان هي طالما ستيبل في ريكومنديشن انك انت تقدر ما تديهاش النونستيرويدال، وان هي تبقى على الاتنرسبت لوحده. كل الحاجات بتبقى considerably against او considerably with. انا اوصيكم ان انتوا تقروها بالتفصيل، ممكن تبقى شويه ممله في الاول، بس بعد كده هتلاقوا ان الموضوع هيبقى مستساغ لما تقروها مره واثنين. After 3 years كانت هي على stable disease وهي على اتنرسبت لوحده. بس بعد الثلاث سنين دول جت بقى والاسداس بتاعها عالي من 1.7 بقى 3.3، والبسداي عالي بقى من 2 ل 3.8. طيب هل نانكريز الدوز بتاعت الاتنرسبت؟ هل نزود نونستيرويدال؟ هل نسويتش لديفرنت تي ان اف او سيكوكونوماب؟ هل نزود جلوكوكورتيكويد؟ ما الاول قلنا نديها سيكوكونوماب اهو من الاول. الاول خالص كان ليه سي ان اف يعني اهو. ما هو بقى الاي سي ار بقى عايزين كده يعني، انا متوقع هيتغير. هاويفر في حاجه مهمه هنا، انه الليفل اوف افيكاسي مي بي لوور ذان ذا فيرست تي ان اف اللي هي اخذته، لو هي اخذت انتي تي ان اف. يعني في دلوقتي stronger evidence عمال بيطلع على هذا الكلام، عشان كده متهيألي very soon الكرايتيريا هتبقى انه لو حصل failure تي ان اف ما تغيرش بقى على تي ان اف مختلف حتى. ولكن حاليا الcurrent evidence انه لو حصل primary failure على تي ان اف، بيقول لك اصلا يا اما هتدي سيكوكونوماب على طول، يا اما هتبتدي انك انت تدور ان كان اصلا الدياجنوزس بتاعك صح ولا غلط من الاول، لان هي مش المفروض ان يبقى في good response على اول تي ان اف ده. هنا بما ان هي اخذت تي ان اف الاولاني اللي هو الاتنرسبت، بس بعد كده ده يعتبر سكندري فيلير حقيقي، ولكن حاله العينه دي بالاسداس والبسداي بتاعها والواقع بانه ممكن يبقى فيه لور افيكاسي، تم اشراكها في الديسيجن واختارت السيكوكونوماب. وكلمه بس صغيره انا لقيتها، انه في فيس 3 اللي هو trials الميجر 1 والميجر 2 has examined the safety and efficacy بتاع السيكوكونوماب في الادلتس اللي عندهم active ankylosing spondylitis، وكانوا بيحققوا assess 20 response rate at a time point كانت ما بين 73% و68%، ودي ارقام كويسه جدا. والارقام دي كانت بس فارقه في الناس اللي اخذت دوزز مختلفه، او اللي ابتدت بلودنج دوز. في ناس ابتدوا بلودنج دوز سبكتينيس، في ناس ابتدوا بلودنج دوز انترافينس. السيكوكونوماب ال 150 ملي جرام واز اسوشيتد ويز سستيند امبروفمنت اون اول اند بوينتس بالباس داي او الاسداس او الفيزيكال فانكشن. العيانه سويتش تو سيكوكونوماب وشي واز سكيدولد فور فولو اب ان 3 مانثس، والأسداس بتاعها كان down to 1.3 والبسداي بتاعها كان down to 2. خلاص مش هقول أي حاجة عن البسداي والأسداس لأنه اتقالوا كويس جدا 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 جدا. ده كان فيديو ممكن تشوفوه على اليوتيوب، هو لطيف قوي قوي يعني، برضو بيشرح الأسداس وبيشرح البسداي، بيشرحهم حلوة قوي في تقريبا 5 دقايق يعني. ممكن تدور على اليوتيوب هتلاقوه، اسمه Creation of Asdas، ظريف جدا. و thank you so 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 much. Thanks دكتورة نوران for these very amazing cases. فعلا كل واحدة أحسن من الثانية، وألف ألف شكر، بذلتي مجهود جامد جدا جدا في تحضيرهم. ولو حد عنده أي سؤال ممكن سؤال، مسامحة بسؤال واحد بس دلوقتي لأننا تأخرنا قوي. بشكر تاني شركة نوفارك، بشكر جميع المحاضرين، وبشكر جميع السادة الحضور، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في ويبينار تاني الساعة 5 بإذن الله. وفي سؤال من بروفيسور محمود أيوة سلوى. ايوه يا دكتور، في سؤال انا معاكم. سؤال. في
في سؤال بيقول كود MRI show bone marrow edema in sacroiliac joint even in absence of buttock pain. Could cervical spine be affected before sacroiliac joint in ankylosing spondylitis? Yes. السؤالين دول إجابتهم yes. في حد بيسأل يعني أقدر أشوف bone marrow edema والعيان مش بيشتكي من alternating buttock pain? Yes, it can happen. وبالنسبة للسؤال الثاني أنا قلت ياس وأنا متأكدة برضو بس مش فاكرة السؤال بقى لدرجة أن أنا فكرت أعمل عليها بيبر يعني فكرت أعمل عليها بيبر وأنا بترقى من مدرس من مدرس مساعد لمدرس لأستاذ مساعد يعني من كتر ما أنا لقيت ناس يعني في ناس بيبتدي عندهم first manifestation cervical شفتها كتير يعني ده الفيميل مينلي يعني الفيميل أكتر من الميل دايما بيحصل لهم cervical والله وميل يعني أنا شفت حقيقة من هما الاثنين مظبوط يعني يمكن كمان بيبقى في changes شوية في احنا ميدل ايست ومصر وكده ف يعني we should have our own studies فعلا بالظبط كده طب دكتور منى في آخر سؤال sorry active arthritis is classified under peripheral spa ايوه هي ما تقدرش ان انت تفصلها لانه هو الفكره كلها في ايه هي الفكره ان هي ممكن تصل الى يعني يو كان نوت مش اذا حصل انك انت عملت الام ار اي وكملت الكرايتيريا بتاعه الاكسيل بتاعت اكسيل سبا يبقى اذا انت هتبقى في اكسيل سبا سواء راديوجرافيك بقى او نون راديوجرافيك يمكن انا كنت محضره سلايد بس مش عارفه انا لسه معاكم على الشاشه ولا لا ايوه معانا اوكي انا كنت محضره اهو سلايد اوكي من الموقع بتاع الاساس انا بكبره مش عارفه لو متشاف ايوه ما انا قايله لهم في التقسيمه الاولانيه خالص ضمن البريفيرال انا قايله في ريكتيف ارثرايتس انا قايله في الاول بالظبط هم اهو مكتوب بس انه هنا كانت الاساس في 2011 حطها بالطريقه الفلانيه اوكي وان ده هيبقى ممكن يتحط تحت البريفيرال بريدومينتلي بس غالبا هتبقى بريدومينتلي بريفيرال إذا بقى هي عملت له MRI وطلع عنده مثلا بومار وإزيما أو حاجات تعضد إنه هو خلاص اتنقل بقى لمرحلة الإكزيل هيبقى هو بقى مش predominantly peripheral spa هيبتدي يبقى إكزيل spa وحسب بقى لو هو MRI بس يبقى non-radiographic لو أنا بقى عندي X-ray يبقى مبقاش reactive بقى خالص ده تحول أنكيلوزي ومن زمان إحنا عارفين إن في percentage من reactive ممكن يتحول أنكيلوزي فدي ده السلايد ده هو اللي بيرد الدكتوره منى طبعا تفضلت مشكوره كانت حطاه وانا برضو كنت حطاه حتى يعني بعد الكلمه ثانك يو عشان لو حد سال السؤال بس ده دليل بقى ان ما حدش اخذ باله من المحاضره بتاعتي في الاول ما انا قايلاها في التقسيمه لا هم بس معذورين عشان طبعا كميه العلم كانت كثيره ما شاء الله كثير قوي بقى لنا 3 ساعات في اي حاجه تانية يا سلوى في الصراحه إذا can I ask is secukinumab against interleukin 24 also إذا هو اسمه 22 أو 23 ما فيش لا هو ما فيش 24 بس 24 ده كان دكتور هبة الشامي قالته في المحاضرة بتاعتها في البون ريمودلينج بس هو لسه هو يعني لسه interleukin 24 ده يمكن يطلع عليه حاجات فممكن بقى في التسجيلات نرجع لمحاضرة الدكتورة هبة فيه لكن انما هو ملوش علاقة بالسكيكو مان اخر سؤال معنا ان شاء الله please in secondary failure of TNF do you prefer second TNF inhibitor according to ACR or shifting to secukinumab according to LULAR معلش ممكن تاني سؤال حد بيسأل بيقول secondary failure of TNF do you prefer second TNF inhibitor يعني نستخدم واحد تاني according to ACR ولا نشفت على طول للسيكيوكينوماب وده according لليولار اليولار بيقول لو TNF failed يبقى ما نبدلش alternative antibiotic أنا رأيي كده الحقيقة يعني أنا رأيي كده هي برضو أصلها متلخبطة هي بقى الACR قالت كده ودول قالوا كده يعني حاجتين على الصباح أي excuse يا دكتور أفتكر اللي يعني اللي مستريح لحاجة يعملها وده صح وده صح هو حسب الكلينيكال هو بالظبط الجايد لاينز كلها بتبقى معموله عشان كده وعلى فكره يعني لو بجد لو قريتوا الجايد لاينز بتاعه الاي سي ار كويس قوي بقول لكم فيها حاجه و60 ريكومنديشن بجد الحاجه و60 ريكومنديشن دول مغزاهم كله بيقول في الاخر ايه ادي ده
احسن مما فيش. وانا بوصي انك تدي مش عارف مثلا الادلينوماب احسن ما انك ما تديش ادلينوماب، وبعدين اللي وراها طب ادي الادلينوماب احسن من التوفا، طب ادي كمان على فكره السيكوينوماب احسن من التوفا. يعني في 61 ريكومنديشن الخلاصه بتاعتها ان لازم ابقى ابديتد اول ذا تايم، وانه فعلا في ديبيت قائم ما بين ان انا لو ابتديت انا بانتي تي ان اف وحصل له فيلير، هو اللي متفق عليه ان انا مش هدي بقى بايو سيميلر بيشتغل بنفس الطريقه. يعني ما بقاش هو مثلا حصل له فيلير على ادلينوماب وجد بايو سيميلر هو خبط لازم زي ادلينوماب، على الاقل هدي حاجه ليها ميكانيزم مختلف زي ما انفليكسيماب او العكس، عاده بيبقوا مبتدئين بانفليكسيماب بعدين يروحوا للادلينوماب وهكذا. ولكن اي ثينك انه هيختلف كيس باي كيس وحسب في انذر اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن، في انذر كوموربيديتيز ولا لا، فده بيتهيالي انديفيدجوالايز يعني بالظبط حسب الكلينيكال براكتس عندنا. يعني في خلاص انا اخر سؤال. اه يا دكتور خلاص، ميرسي يا دكتور خلاص، الف شكر يا نوران، محاضره ممتازه، شكر للجميع، ونلتقي بكره ان شاء الله الساعه 5 باذن الله. سلام عليكم. دكتور ميرسي يا دكتور، ميرسي يا دكتور، ميرسي. هو الدكتور محمد باين الساعه بالظبط نص ساعه.